السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أحمد الحوت، والنهاردة هنتكلم عن فيديو جديد وعن اكتشاف لم يكن مقصود، وهو اكتشاف رقائق البطاطس المقرمشة الشيبس عام 1853. في أحد الأيام كان الطباخ الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج كروم، والذي عمل طباخا بمطعم مونز لاك هاوس بولاية نيويورك الأمريكية، حيث أنه كان يعرف بمهاراته في إعداد الكثير من الأطباق اللذيذة. في أحد الأيام سنة 1853 دخل أحد الزبائن بهذا المطعم لتناول طعام الغذاء، وكان هذا الشخص هو رجل الأعمال كورنيليوس فاندربولت، والذي اعتاد على زيارة هذا المطعم. وعندما حصل على طلبه قام بمناداة النادل وعلق على طبق البطاطس المقلي وكان حجمها سميك، فذهب النادل إلى الطباخ جورج كروم وقال له أن يعد طبق بطاطس آخر، وذهب النادل للمرة الثانية بهذا الطبق، ولكن رجل الأعمال رفض تناول هذا الطبق، ويقول له بأن حجم قطع البطاطس المقلية كبير وغير صالح للأكل، فرجع النادل إلى الطباخ مرة أخرى، وهذا التصرف أثار غضب جورج كروم، والذي قرر تأديبه على طريقته الخاصة، فما كان منه إلا أن أقدم على تقطيع البطاطس إلى رقائق نحيفة وقليها في الزيت. وقبل تسليمه الصحن للنادل لم يتردد الطباخ في إضافة كمية من الملح للطلب لكي يعكر مزاج هذا الزبون. وبعد لحظات ذهل جورج كروم عندما لاحظ سعادة الزبون، حيث أعجب الزبون بطبق البطاطس الرديء، وعلى إثر ذلك شهد العالم ظهور رقائق البطاطس المقلية والتي عرفت بالشيبس. وبفضل هذا الطبق الجديد حقق جورج كروم شهرة كبيرة، وافتتح على إثرها مطعمه الخاص والذي أطلق عليه اسم كرومبوس هاوس. وفي هذه الأثناء كسب هذا المطعم مكانة هامة، حيث أقبل عليه العديد من الزبائن، فقد كان يقدم لهم أطباق الطعام الخاصة بهم، وأيضا يضيف إليه سلة صغيرة مليئة برقائق البطاطس المقلية. إلى هنا ننتهي من هذا الاكتشاف الغير مقصود، وإلى فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.